شو التونة؟ فوائد التونة؟ أوكي. تغنينا عن السمك للي مثلا ما بأكلوا السمك؟ التونة هي سمك. أوكي. بتغنينا عن مثلا أنواع سمك أخرى معلبة. أو بالطرق سمك معلبة. هم نحكي مثلا أننا نقليه ومن نشويه من الأمور هاي. أوكي. يعني حبشتكنات التونة ست. حبشتكنات التونة. شوف بشكل عام عادة إحنا لما بنحكي عن الأسماك إحنا من ضمنها بندرج التونة المعلبة لأنها أولا العديد من الأشخاص بقدر إنهم يشتروها، سعرها مقبول. صحيح. وبنفس الوقت بتعطيني قيمة غذائية جيدة. بالضبط. بحسب أنا شو بختار أنواع التونة اللي أنا بدي أشتريها. أوكي. الأكل المعلب مش مخيف بقدر ما إحنا بنفكر إذا كان معلب بطريقة صحيحة. تمام. التعليب هو طرق من حفظ الأغذية من التعرض للأكسجين، والأكسجين هو المادة الفعالة اللي البكتيريا بتحتاجها لحتى تقدر تتكاثر وتنمو. أوكي. لما إحنا نحط الأكل على شكله المعلب احنا بنحمي الاغذيه من انه يوصل لها الاكسجين، فما بتقدر انها هاي البكتيريا تتغذى على الاكسجين وتقدر انها تنمو. تمام. وطبعا البكتيريا اللي بتنمو بدون وجود الاكسجين هاي نحن بنعالجها لما بنعالج المعلبات عن طريق التعرض للحراره، فهي شغله مختلفه. هلا وين الفكره؟ انه انا اختار انواع معلبات محفوظه بطريقه صحيحه. طرق الحفظ للاغذيه المعلبه مختلفه، ان كان للتونه في بعض من انواع التونه بيكون مكتوب عليها محفوظه بالزيت، فهي فقط تحفظ زيت الزيتون أو زيت الذرة، بحيث أنه الزيت بيعيق وصول الأكسجين للأغذية فبالتالي بيعيق نمو البكتيريا. أما في عندي بعض أنواع معلبات أخرى بيكون مضاف إلها مواد حافظة لحتى تحافظ على قوام الأغذية، لحتى تحافظ على شكل الأغذية. فمن الضروري إحنا لما نختار التونة نختارها تونة معلبة، ولكن شريطة أنه يكون مذكور على المعلبات إنها لا تحتوي على المواد الحافظة. تمام. هون إحنا النقطة الأساسية في اختيار التونة، سواء عفوا بزيت أو بماء. يس. عادة اللي بماء بضيفوا لها مواد حافظة، ولكن مرات بيكون لا، بدنا نقرأ على اللائحة الغذائية. ولكن المحفوظة بالزيت في معظم الحالات ما بيكون مضاف إلها مواد حافظة، ولكن شريطة أنه يكون مذكور على اللوائح الغذائية. طبعا هاي من أهم النقاط اللي بتذكرها الشركات أنه خالية من المواد الحافظة. فإذا شفنا على المعلبات أنها خالية من المواد الحافظة من ناحية التونة، فإذا هي أأمن أنه نحن نستخدمها. التونة اللي بتستخدم تسمى سكيب جاك، اللي هي موجودة بالمعلبات. كل ما هاي السكيب جاك كانت قطع أكتر بالضبط 100% بالعلبة التونة، يعني تكون القطعة كبيرة أكبر. لا يعني ما تكون مفتفتة. أيوة بالضبط. تمام. المفتفت هو أقل جودة. أقل جودة بالأسماك. نعم. بتكون عبارة عن يعني فتات السمك وبينحط بالمعلب. وكل ما كان السمك التونة اللي إحنا عم نستخدم مبعلبات تشونكس قطع، كل ما هاي بتكون عن جد قطع من سمك التونة، فبتكون ذات قيمة غذائية أعلى وبتكون الفائدة الغذائية فيها أكبر. فخلينا ننتبه كمان لجودة التونة اللي أنا عم باكلها من داخل المعلب. هاي جودة التونة. سوري عندي سؤال بس. هل هي يعني نسبة عالية؟ هلا طبعا أكيد بروتين، تاخدي نفس الفوائد كأنك عم تاكلي فيليه تونة ولا أقل؟ أوكي. عادة إحنا الفوائد الغذائية اللي بنحصل عليها من المأكولات المعلبة بشكل عام بتكون أقل من المأكولات الطازجة، لأنها صار لها محفوظة لفترة طويلة. طبعا عملية الحفظ بتأكسد بعض من الفيتامينات وبعض من المعادن وبنفقد القيمة الغذائية. تمام. فدائما الفريش هو أفضل إشي، إحنا بناخد أكبر قيمة غذائية. وكل ما طبخنا السمك كل ما نحن بنقدر ناخد بروتين منه أكثر، لأنه البروتين عبر الطبخ بيتكسر، فبالتالي أنا بقدر أهضمه بطريقة أفضل. التونة ذات قيمة غذائية جيدة. شريطة اختيار منتج ما يكون مليء بمواد حافظة. اختيارنا للتونة المضاف إلها الزيت عادة بتكون بتحافظ على نسب أعلى من الفيتامينات المعادن والأوميجا 3. وكمان شريطة أنه نحن نستخدم التونة اللي بتكون هيك زي قطع من التونة بدل من فتات التونة. صحيح. هذا باخد قيمة غذائية أعلى. حتى أصلاً بتكون قطع بتكون أسكى يعني. تعرفي طبعاً سبحان الله، لسه إحنا عم نحكي هاي المعلومات كنا بدون ما نكون رابطين اللي أنت عم تحكي أنه هي فعلياً التشانكس القطع بتكون أطيب. طبعاً. ثانياً إنه اللي محفوظة بالزيت هي أطيب من المحفوظة بالماء، حتى لو بدكم أنتوا عشان نظام غذائي صفوها مزبوط، بس إنه تكون أطيب وأحسن وأكثر جودة زي ما قلت. بس معظم أخصائي التغذية بنصحوك إنه اللي بتدربوا للي هيك إنه يأخذ اللي بالماء المحفوظة بالماء. معظم أخصائي التغذية هيك بحس إنهم. شوف عادة إحنا زمان 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 كنا دائماً نخاف من الدهون، كنا دائماً نخاف من الزيوت. جديد اللي عم بيقرأ وعم بيشوف الأبحاث الجديدة، كل الأبحاث ما عم تربط الدهون بالأمراض، ما عم تربط الدهون بالسمنة،
ما عم تربط الدهون بزيادة الوزن. أوكي. غير هيك ما كان الكيتو دايت هو من أهم البرامج الغذائية اللي بيساعد على تنزيل الوزن. كل الدراسات الجديدة عم تربط مدى استهلاكنا للسكر والسكريات المفاجئة والمؤشر الجلايسيمي بالأمراض وزيادة الوزن والسمنة والكوليسترول. عشان هيك حسب الدراسات الجديدة الدهون جيدة للجسم، وبالأخص حفظ التونة بزيت الزيتون. في عنا منتجات فيها زيت زيتون مع التونة بدل من زيت الفيجيتابل أويل إحنا بنسميه، طبعا ذات قيمة غذائية أعلى. ولكن جديد، أنا شخصيا أنا ما بمشي مع اللي ما تأكل زيت، لأن الزيت بنصح أبدا. الزيوت الصحية هي بتحفز حرق الدهون بالجسم، فأنا مع أخذ التونة بالزيت بدل من التونة بالماء، بتحافظ على قيمة غذائية أعلى، وامتصاص الدهون الصحية منها بيكون أسرع لأنها هي أوردي محفوظة بزيت. من ناحية البروتين، كل 30 جرام من التونة بيعطيني 7 جرام من البروتين، ذات قيمة غذائية عالية من ناحية البروتين. عشان هيك الرياضيين بياخذوها ما بعد الرياضة، وجبة مشبعة تعطيني قيمة غذائية عالية من ناحية البروتين، وفيها كل الأحماض الأمينية الأساسية اللي العضلات بتحتاجها لبناء والحفاظ على الكتلة العضلية. تمام، طيب ستنا، أنا بدي أشكرك. شكراً جزيلاً لمعلوماتك القيمة دائماً معنا في مطبخ رؤية. دائماً بنحب يعني إنه هيك يعني نمازحك نوعاً ما لما تتهلي علينا، يعني عرفت علي. فأهلا وسهلاً دائماً. شكراً. مرحباً.